السلام عليكم. اليوم قررت أسوي شيء مختلف، مو فلوج ولا شيء كذا، يعني شيء بسيط. يعني أبغى أطلع، أبغى أروح مكان حلو أنا انبسط فيه وأجلس وأفرغ لكم كلام كذا بيني وبينكم بس، ومونتاج خفيف كذا وحلو إن شاء الله يعجبكم. بس بروح أتروش أضبط نفسي. الحين شوف الساعة كم؟ الساعة 5:23 العصر. طيب خلاص جاهز أنا، يلا مشينا. قلت لكم ما في شيء، بس ان المكان هذا كان حلو زي ما شفتوا في الفوتج اللي قبل شوية. المنظر كيف كان حلو سمين، شو انا ما بتكلم. صوت عصافير هنا، صوت النهر هنا، هناك في بط وفي ارانب هنا كده. الواحد يغير شوية من الكمبيوتر وكذا وخلاص، قدام التلفزيون كل شوية، قدام الجوال. جاء موضوع في بالي، لانه انا كنت قاعد يعني احمس نفسي في هذا الشيء، وانه شيء اللي يخليني كل شوية اطلع اصور واسوي فلوج واسوي ايديت واطول في الايديت، ويعني اطير الدرون ومعاي عدة وكاميرا وظهري وكل شوية تصوير. ما يخليك تسوي هذه الاشياء الا هدف معين، لانك انت تحب هذا الشيء اللي انت قاعد تسويه، وهذا الشيء انت تطمح فيه. لازم الواحد يحمس نفسه للشيء اللي هو قاعد يسويه، ولا يعني راح بعد فترة يمل من هذا الشيء، او انه هذا الشيء اللي قاعد يسويه لو كان يسويه مو لانه يحبه، لو انه كان يسويه لانه بس هذا الشيء رغبة الناس ليه، راح يترك هذا الشيء بعد فترة ولو انه نجح. وكثير ناس انا اتكلم في اليوتيوب، في عالم اليوتيوب، ابدعوا في هذا الشيء بس انهم ما كانوا يحبوه 100% وتركوا هذا الشيء، لانه هذا الشيء اذا انت ما تحبه ما راح تقدر تواصل فيه. بس فدائما الواحد يعني يحفز نفسه يوميا بالشيء اللي هو قاعد يسويه، سواء كان عمل راح يشتغل فيه، يعني كل يوم يروح الدوام او دراسة او شيء يحبه، زي انا ما احب كذا التصوير. فالتحفيز للشيء اللي انت قاعد تسويه يساعدك في الاستمرارية عليه، ولو انك ما تحفز نفسك يوميا راح تطفش وراح تمل، وما راح يجي عندك النفس انك تاخذ الكاميرا وتصور فيها. ترى المصورين يعرفوا هذا الشيء، يعرف انه هم من تجيهم فترات ما يمسكوا الكاميرا، الكاميرا ما تشتغل لشهور بس لانه ما عنده التحفيز، او انه ما في احد حفزه يطلع يصور معه. اللي يبغى شيء ويطمح فيه ما يوقف لو ايش يصير، حتى لو انه كل الناس قالت له انت ما راح تنجح في هذا الشيء.
بس بالله يا قمر انت وياه سووا لي لايك اذا عجبكم المقطع، واذا ما عجبكم سووا لي ديسلايك، واذا حبينا القناة لو سمحتوا اشتركوا في القناة. ترى والله اتعب، ودائما اقول اني اتعب هذا الشيء، يعني مو اتحجج ولا شيء، بس انه صراحة هذا الايديت يطول، ودي يعني اشوف ناس تشاركني في الرأي وايش يبغوا. يعني هذا اليوتيوب، عالم اليوتيوب، عالم السوشيال ميديا يحتاج ناس تتواصل معه، لانه اصلا مبني على هذا الشيء. ولا تنسوا بالله سبسكرايب هنا الاحمر الزر، بالله اضغطوه. وبس لازم اشوفكم على خير. السلام عليكم.